رغم كل ما لحق بهم من قتل ودمار وتشريد منذ نحو 4 أشهر حتى اللحظة، إلا أن أهالي قطاع غزة يشعرون وكأن الحرب بدأت لتوها. فالمعارك الحالية أكثر ضراوة وتدور في أكثر مناطق القطاع ازدحاما بالسكان والنازحين، خاصة خان يونس كبرى مدن جنوب القطاع. الجيش الإسرائيلي أعلن أن عملياته في خان يونس ستستمر أياما عدة بهدف ضرب مراكز حماس وقدراتها العسكرية في المنطقة بحسب وصفه، وأقر بمقتل 21 ضابطا وجنديا من قوات الاحتياط خلال الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي قتل الجيش الإسرائيلي إلى نحو 569 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، منهم 239 قتيلا منذ الاجتياح البري. أما في رفح أقصى جنوب القطاع على الحدود المصرية، فحشر أكثر من 1,000,000 شخص في مخيم للنازحين يفتقد لأبسط مقومات الحياة. بعضهم اضطر للنزوح للمرة 6 أو 7 بعد أن وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه ليشمل مناطق القطاع كافة. أنا الآن هاي 7 هجرة، وأنا الآن رايح عن مجهول، والله ما أنا عارف وين. إذا أنت بتعرف قل لي، يعني دلني وين أروح.